وراء كل كواليس بقى عمل سينمائي أو درامي ضخم بيبقى فيه أعداد كتيرة جدا من العاملين خلف الكاميرات، والحقيقة الناس اللي خلف الكاميرات أحيانا عايزة أقول لحضراتكم مهمين للغاية، يعني أهم أكتر، مش عايزة أقول أهم من اللي أمام الكاميرا زي حالتنا، ولكن هي فريق واحد. يعني مش ممكن أبدا اللي قدام الكاميرا يطلع كويس ابدا بالذات في التمثيل الا لو كان كمان الفريق المبدع اللي ورا الكاميرا كمان هو مهم. بتكلم عن المصورين ومدير التصوير لانه دول بيعملوا مجهود كبير جدا. مسلسل جودر اول ما نزل من التتر للمشاهد الاولى للخضره للقصر للتنوير للنور للاضاءه للكادرات حاجه الحقيقه مبهره. يعني انا بقيت سعيده جدا ان احنا في زمن 2024 نعود الى الف ليله وليله، ولكن وكاننا في امتحان بنعود بشكل كبير جدا، بنعود بتصوير مختلف، بنقدم للجيل الجديد روح تانية خالص في اجيال ما شافتش الف ليله وليله قبل كده. فاعتقد ده كان ايضا يعني مسؤوليه كبيره على ايد مدير التصوير ومديرين التصوير والمسؤولين عن التصوير والاضاءه والكادر الجميل اللي احنا بنشوفه. خلينا نروح كمان نسال تيمور تيمور وهو مدير تصوير مسلسل جودر، يعني هو المسؤول عن هذه الصوره الرائعه اللي احنا بنشوفها، وخلينا نعرف منه حاجات كتير نساله عنها. هو معانا دلوقتي على التليفون مدير التصوير تيمور تيمور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير، ويعني بقى الواحد مش عارف يقول ايه بعد الكلام اللي حضرتك قلتيه. لا يعني ازاي، يعني انا صراحه كنت قاعده منتظره، يعني اول ما بدا قاعده اتفرج على الكادرات وعلى القصر ده موجود فين؟ اتصور فين الاول؟ اماكن يعني قول لنا اماكن التصوير الرائعه دي. اماكن التصوير الرائعه دي كلها يعني من تنفيذ مهندس ديكور، يعني كان ليا الشرف ان اول مره اتعامل معاه احمد فايز، ويعني احنا كل اللوكيشنز كانت ديكورات فيما عدا حاجات بسيطه ملهاش علاقه بالقصور خالص. ايوه، بس كل اللوكيشنز عباره عن ديكورات بيكملها. يعني القصر بتاع ياسر جلال ده ديكور، ده ديكور، ده مش قصر حقيقي. ده لا، ده ديكور، وقاعة الحكم ديكور، يعني المخدع وقاعة الحكم، وفي الحارة بتاعت سعد السعود دي كلها بناها في مدينة الإنتاج. وفي مشاهد في مدينة الإنتاج، والمشاهد اللي موجودة بقى في الخضرة بتاعت جودر بقى، الحاجات الحلوة دي، الجناين دي ده كل ده موجود في القناطر وفي الفيوم. ايوه، بس الصوره رائعه، في ابداع رائع في الصوره، يعني اللي هو بلدنا رائعه يا استاذه شفتي. انت عارف يا استاذ تيمور انا بقيت نفسي ايه؟ طبعا ده هيفوق الناس من الدراما، بس بقيت عايزه نكتب انه ايه، تم تصوير المشهد ده في القناطر، تم من كتر جمال الكادرات والصور، حاجة الحقيقة مبدعة، الناس مستمتعة بشكل، لا بلدنا رائعة طبعا طبعا. ده حقيقي، يعني احنا ما فيش في ال 30 حلقة حاجة اتصورت، هو 30 لأن احنا اشتغلنا على ال 30 تمام، بس بدأتوا يعني من نص رمضان. ابتدأنا من نص رمضان الأخير، وما صورناش بره مصر غير 3 أيام في المغرب. ويعني عدد المشاهد اللي اتصورت هناك مش كتير خالص بالنسبه لبقيه المشاهد. يعني انا في فعلا الفلامينجو، الشطات بتاعت الفلامينجو دي طول الوقت الناس بتستغرب انها موجوده في الفيوم. عشان كده بقول لك احنا عاوزين لسته نقول عليها تم تصوير ده الاماكن الرائعه الجميله، وطبعا الكادرات، الاضاءه كمان، يعني المشهد بتاع بدايه شهرزاد وشهريار وهو لسه بيحكي، الأداء، الإيقاع، التصوير، الحركة، كادرات، الرياكشنات اللي مخدوء، يعني خدمة القصة بشكل كبير. يعني هو أول ما قالوا لي على المسلسل طبعا انبسطت جدا، لأن دي مساحة من الشغل على الإضاءة طبعا. مختلف تماما، وبالذات إن القصة كمان فيها جزء فانتازيا، فده بيبقى بيخلي الواحد يتخيل حاجات. يعني قعدنا عملنا اجتماعات كتيره جدا انا والمخرج اسلام خيري ومهندس ديكور احمد فايز وكل القائمين على الجرافيكس في شركه طبعًا. اروما،
ان احنا ازاي نترجم اللي اتكتب يعني طبعا الاستاذ انور عبد المجيد كاتب سيناريو وحوار هايل هايل هايل. خد بالك استاذ تيمور، انت بطل من الابطال، لانه العمل ألف ليلة وليلة يعني 90% كمان، يعني طبعا التمثيل والكتابة والأداء كلهم أساتذة، لكن التصوير جزء كبير جدا من نجاح العمل ده حقيقي. ربنا يخليك، وهو كان مسؤولية كبيرة فعلا، لأن زي ما حضرتك قلت في المقدمة كمان إن احنا ألف ليلة وليلة في أجيال ما تعرفش عنها أي حاجة. صحيح. وكنا كلنا بنتفرج عليها، والناس زمان طبعا أستاذ فهمي عبد الحميد يعني عمل شغل جبار طبعا عشان يطلع لنا الحاجات بتاعته. عمل وكل إبداع، كل الإبداع بتاع الزمن الماضي عملوه، فإحنا دلوقتي في الزمن الجديد اللي المفروض إحنا كمان نعمل إبداع تاني يعني. وبره عمالين بيعملوا عننا، بيعملوا حكاياتنا إحنا. صحيح. بيعملوها بره، فانا بجد يعني لا كنت كان عليا بس مسؤوليه ان ازاي نعمل صوره وشكل، بما ان معانا دراما قويه نعمل صوره وشكل تكمل الدراما دي ونبقى زينا زي بره او احسن كمان، لان احنا دي بتاعتنا احنا. اكيد، ومصر دايما ولاده، والمبدعين اجيال بتسلم اجيال، وانا متاكده من ده. بشكرك، تسلم ايديك وعينيك، لأنه أكيد التصوير لازم يكون في رؤية. مدير تصوير تيمور مسلسل جودر، وأتمنى تكونوا مستمتعين بيه، لأنه الحقيقة الصورة رائعة.